مرحبا بكل مشاهدي قناة حنا بعل في موسم جديد من برنامج وين ماشيين. بعيد على الحيط، حتى واحد ما هو عايش فيها، حتى انسان، حتى انسان زوي ولا ماتوا. ريت تو باب الفلا ضربونيا برا طلع على قفف العباد. انت معناتها امراه كما نقولوا قد مجديه، جيت المرشي في الاخر روحت بباكيتو. افخم افخم. انا واحد من الناس يساعدني راهو كيلو عنب ب 660 3 كيلو ب 2000 راهي عندي حاطبه فيها 100 واحد. طماطم وردي عامله هكا ب 17 100 بطاطا برستيج هذيك قالت ما تبسونيش ب 17. ترى العباد اللي ماتت ما ماتوش بالكورونا، ماتوا راه بتسكر الضوء والماء. اليوم بصفه استثنائيه مشاهدينا الكرام تشاهدوا الحلقه تاع برنامج وين ماشيين على الموقع الرسمي لقناه حنا بعل، كذلك على الصفحه الرسميه نيبال تي في، باعتبار انه تم قطع البث بصوره تلقائيه من اداره قناه حنا بعل. يسكروا فيها علاش يسكروا فيها؟ غير بس سكرها من بشكل العباد. انت كعملت سكرت الاذاعات ما قممتش فكر فهم اللي محلوله هكا العائلات اللي عندها شارجه نتاع كريديات وعندها تنفق من ماء وضوء تنفق بكذا، ما قممتش فيها هذاك. احنا نحبوها ترجع في اقرب وقت خاطر هي توصل في صوت الزوالي وتعاون في الزوالي وقفة الزوالي. وانا نحب نتفرج على عندي مسلسل نتاعك الحاره البوليسيه نتفرج فيه. عندي صغار يموتوا عليه شيء غريب. يستر الشعب التونسي الدم نتاعو قناة حنا بعل. أو القناة الأولى المحبوبة في البلاد عليه. شرب جليها أسلاح، ربي معاكم حنا بعل. ربي معاكم.